إعادة بناء جامع النوري بالموصل. We invite architects from around the world to rebuild this historical landmark. الفائزين مصريين ما بين أكثر من 100 متقدم من مصر. هصمم بأسلوب التاريخ، بأسلوب الحاضر، برؤية المستقبل. أحكم عليا. أنا لازم أتكلم معاكم في موضوع مهم. المصطلح ده علمياً وطبياً أصلاً عندي OCD بقت منتشرة بشكل كبير جداً. عندي اضطراب الشخصية الحدية. بيقفوا عن تأدية حياته الطبيعية. لو حد ماسك هدومها أو حاجة. بس أنا ممكن أعيط. بقالي كتير بعاني منه. أنا اللي عايز أبقى كده. بعمل حاجات مش طبيعية. حسيت إن أنا ما ينفعش أسكت أكتر من كده. في ناس بتنتحر من المرض ده. ده مهايبر عادي يعني ما عندوش حاجة. أنتوا كده كده مش فاهمين. ما فيش حاجة أختك كويسة. عمري ما هعرف اللي قدامي ده عنده اكتئاب أو لأ. وهم. الفرق ما بين الإحساس والمزاج حاجة. صح. والمرض النفسي حاجة تانية. أنت عيانة. لا ما تحكمش عليا. ما تشخصش نفسها. يومين ثلاثة ما أكلش خالص. الفقرة دي معلش فيها محاذير كتيرة جدا. ما تقولي بقى عندها OCD وبتاع. في ممكن كده بجد؟ لعب ما بينكم وما بين بعض عشان نخفف على حكم على فرح. لا تتكتروا عليا ولا ايه؟ تقف يا ايمج وتتكلمي عادل. انا هسلم عليك ازاي؟ هعمل ايه؟ لا اقف يا ايمج واتكلم قوي. هي اصلا قاعده بتكلم في الجمهور بعد اذنك. شكلها مؤامره عشان السمره ولا عشان